بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. من أنوار النبوة، صحيح البخاري، إعداد وتقديم فضيلة الدكتور الأحمدي أبو النور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فها نحن أولئي بين يدي الباب الحادي عشر، وهو باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. وفي هذا الباب يورد البخاري حديثه 44 بعد 100، وهو الحديث الذي يرويه بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام يبين لنا عن الأدب الذي ينبغي أن يكون وقت قضاء الحاجة، وهو حديث يقصد به حين يكون المرء في الخلاء، صحراء أو نحوها. فأما إذا كان في بناء كالمباني الحديثة والعمائر الحديثة فهذا لا بأس فيه أن تستقبل القبلة، لأن الجدر تكون حائلة بين المرء وبين القبلة، ولا يقال حينئذ إن المرأة مستقبل للقبلة إذا كان إلى جهتها، وإنما يقال إنه مستقبل للجدار. ولكن هذا الحديث كان توجيها للمسلمين الأوائل، حيث لم يكونوا قد بنوا البيوت أو لم يكونوا قد أخذوا ما أخذوا من البيوت بشكل واسع وبشكل عام، وإنما كانوا وكان معظمهم إذا قضوا حاجاتهم يقضونها في الأماكن البعيدة عن المساكن. بعد هذا يروي لنا البخاري حديثه 45 بعد 100، وهو الحديث الذي يرويه في الباب 12 من أبواب الوضوء، وهو باب من تبرز على لبنتين. وهو حديث سوف يؤكد لنا أن المرأة إذا كان يقضي حاجته في البيت الذي تكون له جدره وتكون له مبانيه وتكون له أبوابه، فلا بأس أن يكون مستقبلا للقبلة أو مستدبرا، لا بأس بذلك، لأن الاستقبال والاستدبار حينئذ لن يكون للقبلة، وإنما يكون للمربع الذي يكون به أو لجزء من المربع الذي يكون به. وقد ذكر الجمهور أن الاستدبار أو الاستقبال يجوز في البنيان ما دام قد بني البناء وما دام قد حدت الحدود. يروي لنا البخاري في هذا الباب حديثه 45 بعد 100 من حديث محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وكان هذا الاستقبال في البناء المحجوب، وفي رواية: فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خلائه، وفي رواية: فرأيته يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن،
وللحكيم الترمذي بسند صحيح فرأيته في كنيف، معنى هذا أنه رآه في بناء، وأنه لم يكن هذا مانعا من أن يستقبل القبلة أو يستدبرها أو يستدبرها، لأن هذا الحكم إنما كان حيث كان قضاء الحاجة في الصحراء، وأما حيث أصبح هناك بيوت وحيث أصبحت هناك أماكن معدة لهذا، فإن ابن عمر يرد على من أراد التعميم بالحكم في قوله إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، يرد على هذا الرجل بقوله لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. ومعنى هذا أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر، وهذا الذي يؤثر عن ابن عمر رواه أبو داود والحاكم كما يذكر ابن حجر في فتح الباري. بعد هذا يروي لنا البخاري حديثه 46 بعد 100، وهو الحديث الذي يرويه في الباب 13 من أبواب كتاب الوضوء، وهو باب خروج النساء إلى البراز، والبراز مقصود به الفضاء الواسع بهذا الضبط. وهو حديث يرويه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. والمناصع جمع منصع بوزن مقعد، وهي أماكن معروفة أو كانت معروفة في ناحية البقيع، وسميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أن يخلص، والصعيد الأفيح يعني الصعيد المتسع. وقد يقال إن هذا هو سبب نزول آية الحجاب، بينما قد عرف سلفا أن من أسباب نزول آية الحجاب قصة زينب بنت جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واستحيى النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يأمرهم بالخروج فنزلت آية الحجاب. وفي رواية أيضا أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. وفي تفسير ابن جرير من طريق مجاهد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه بعض أصحابه وبعض أمهات المؤمنين، وكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونزلت آية الحجاب. يقال إنه لا مانع من أن تتعدد الأسباب التي تنزل بسببها آية واحدة، أو التي تنزل بشأنها آية واحدة، ولا مانع من هذا. ولقد كانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية، والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بعد هذا يروي لنا البخاري في صحيحه وفي الباب نفسه حديثه 47 بعد 100، وهو حديث يرويه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، قال بعض الرواة يعني البراز. ولهذا قصة طويلة ربما أتت بعد أحاديث أو بعد عدة كتب من صحيح البخاري، ومحصل قصة هذا الموضوع أن سودة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الجسم، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا
فانظري كيف تخرجين. فرجعت فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى، فأوحي إليه فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال ابن بطال: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب، وحيث لا يقصد التعنت، وفيه منقبة لعمر، وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير، وجواز وعظ الرجل أمه في الدين، لأن سودة من أمهات المؤمنين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. كنتم مع من أنوار النبوة صحيح البخاري، أعداد وتقديم فضيلة الدكتور الأحمدي أبو النور.